لدى استقبال سموه لعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة وكبار المسؤولين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حرص الحكومة على متابعة احتياجات المواطنين في مختلف مدن وقرى البحرين من مرافق وخدمات. وقال سموه إن جميع مناطق المملكة تشهد نهضة عمرانية وتطويرية في شتى المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية والطرق والبنية التحتية وغيرها. وأضاف سموه أن مسيرة التنمية التي يقودها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله لا حدود لها، وغايتها أن ينعم شعب البحرين بأعلى مستويات الرفاهية والرخاء. ولقد تم إنجاز العديد من المكتسبات، ولا يزال العمل متواصلا بكل عزم وإرادة من أجل حاضر ومستقبل أكثر نماء وازدهارا. وأكد سموه أن أهم ما ترتكز عليه الحكومة في خططها واستراتيجياتها هو العمل بوتيرة أسرع لتنفيذ المشروعات بمختلف المناطق وبمستويات من الجودة تضمن توفير أرقى الخدمات للمواطنين. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية اليوم عددا من أفراد العائلة الملكة الكريمة وكبار المسؤولين في المملكة، حيث تبادل سموه معهم الحديث عن العديد من قضايا الشأن الوطني. وخلال اللقاء هنأ سموه الجميع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلا سموه الله عز وجل أن تكون هذه الأيام المباركة أيام خير وسلام على مملكة البحرين وشعبها وعلى الأمتين العربية والإسلامية جميعا. وقال سموه إن ما نقوم به من أجل الوطن وشعبه واجب علينا، وسقف طموحنا لا يقف عند حدود، وغايتنا أن نصل بالوطن إلى أعلى درجات التقدم والنماء، وإننا على ثقة في أن ذلك سوف يتحقق، لأن لدينا ولله الحمد شعب يمتلك وعيا وإحساسا كبيرا بالمسؤولية تجاه الوطن. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن مملكة البحرين تحظى بتراث عريق يجب الحفاظ عليه وتوثيقه وترسيخه في أذهان الناشئة والشباب، مستذكرا سموه في هذا الصدد ممارسة رياضة القنص كموروث شعبي أصيل عرف به أبناء البحرين.